تبعته. حضرتك انا دلوقتي هدخل في سؤال ما اعرفش اذا كان يعني بالنسبه لحضرتك، هل العوامل السياسيه بتتدخل في استيراد اللحوم؟ واذا كانت لا تتدخل، احنا عندنا السودان وعندنا اثيوبيا ودول افريقيا واللحوم فيها جيده جدا، ليه ما ناخدش كل انتاجنا او كل المسافه قريبه والمنتج جيد والمراعي كويسه ودول يستطيعوا ان يفوا بحاجه الشعب المصري؟ نقطة السياسة والتنفيذ بالنسبة لنا، السياسة شيء واحنا شغلنا علمي بحت، يعني بنستند على موقف وبائي علمي. انا عشان اجيب واقول اجيب من الدولة الفلانية، قبل ما اجيب برضه بشوف موقف وبائي نمرة واحد، نمرة اتنين بقول بعرض الموضوع على ما يسمى عندنا داخل الهيئة العامة للخدمات البيطرية باللجنة العلمية. لجنة علمية بتتمثل في اساتذة من كليات الطب البيطري، المعاهد البحثية، مركز قومي للبحوث، بيشاركونا الرأي برضو لو في أي حاجة الدولة دي، لو هجيب الشروط إيه، واحد اتنين تلاتة كناحية علمية. فهو الموضوع الاستيرادي يعني علمي أكتر منه سياسي بالمرة. وبالرغم كده حضرتك، إحنا مش ما إحنا بنستورد من السودان وبنستورد من إثيوبيا ونستورد من جنوب أفريقيا، فبنستورد من السودان حي ولحوم مبردة وقريبة الصلاة. قريبة طبعا، وبنستورد الأبقار والجمال، أكتر الجمال تلتين الجمال اللي بتيجي مستوردة بتيجي من السودان، التلت الآخر من إثيوبيا، بالإضافة إلى أبقار من إثيوبيا. أما جنوب أفريقيا فبتيجي لحوم مجمدة أو مبردة. جنوب أفريقيا برضو من الدول المهمة اللي برضو فيها مجازر معتمدة والتقنية فيها عالية في جنوب أفريقيا، مش يمكن تختلف شوية عن مستوى السودان وإثيوبيا في المجازر